او نيجاتيف كورليشن بين العمليات الرئيسيه. بتمنى منكم طبعا تقولوا لي اذا الصوت والصوره واضح في البدايه كرمال نتاكد اذا الامور كلها تمام. اوكي، اهلا وسهلا فيكم. هيك ارتب بفتكر القد لفوق. كيفكم بهذه الجلسه؟ ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات المباشره اللي عم نقوم فيها بشكل يومي اذا بدكم، غير هذه الويبينارات المسجله. ولكن بالنسبه لنا هذا الويبينار راح يكون عنوانه الكورليشن. قديما كنا نتكلم عن سوق البورصه، وكنا نتكلم على عامل اساسي اللي بحرك سوق الفوركس اللي هو الدولار الامريكي، على وقت جانيت يالن، على وقت بام برنانكي، على وقت الفدرال ريزيرف السابق. طبعا الولايات المتحده ودوله امريكا بشكل او اخر كانت هي العنوان الرئيسي لتحرك اسواق المال. طب السبب الرئيسي هلا بالنسبه لنا شو تغير بسنه 2019؟ العلاقات العكسيه والايجابيه وكل الامور اللي كنا ناخذها قديما اذا بدكم من اشارات على اسواق المال، شو تغير فيها؟ بالنسبة لي طبعا العلاقات الإيجابية لا تزال موجودة، ولكن هل يا ترى النسب المئوية بعد نفسها؟ يعني إذا في حال كنا نشوف ضعف للدولار الأمريكي سابقا، هل يا ترى ممكن نشوف قوة للعملات الرئيسية بالوقت الحالي مثل ما كنا نشهد قبل، أو حتى العكس صحيح، قوة للدولار الأمريكي؟ هل يا ترى هذا يدل على ضعف للعملات الرئيسية ولا المعادن ولا السلع؟ رح نكون عم نشوف أنا وياكم بهذه الجلسة الكورليشن كوفيشنت اللي هي رح نتكلم على نسب مئوية، ومن ثم رح نرجع ننتقل طبعا لبعض الأرقام وبعض البيانات اللي موجودة عندي اللي بتأكد وبقدر برهلكم فيها على أنه الدولار الأمريكي من هو العامل الأساسي أو المحرك الأساسي لأسواق المال. وطبعا رح نرجع ننتقل ونشوف العلاقة بين الدولار الكندي والنفط. رح نشوف إذا في حال دخلنا بصفقة شراء أما بيع على اليورو أما على الباوند وابتدينا بالخسائر لا سمح الله، كيف ممكن نحميها؟ بأي عملة ممكن نحمي المراكز الخسرانة إذا بدكم صفقات التداول تبعنا أو بإدارة رأس المال؟ خلينا نبتدي بالكوريليشن. البوزيتيف كوريليشن موجودة، بدي بس أقسم الشاشة على الشكل التالي. هيك بضل الرسم البياني عنا، عم نشوف سعر برميل النفط عم يهبط بشكل حاد، فبتمنى طبعا لكل الأشخاص اللي ركزوا معنا بجلسة الصباحية يكون عم يستفيدوا منه. بالنسبة للكوريليشن وطبعا الكوفيشنت، خلينا نقول منلاحظ انه هذا المقطع جدا مهم بالنسبة للعلاقات الإيجابية والسلبية. خلينا ناخذها، ما راح اقعد انا اعمل صف رياضيات ولا ماث ولا اي شيء من هالنوع، راح بسط الامور وراح اقول انه الكوريليشن او العلاقات الإيجابية والعكسية هي على الشكل التالي. اذا في حال كان عندي علاقة عكسية 100%، يعني على سبيل المثال اذا في حال عندي زوج او عملة معينة عم ترتفع وعندي زوج أو عملة أخرى عم تهبط 100%، العلاقة عكسية بين هذه العملتين أو طبعاً السلعتين أو أي شيء بالسوق بتكون الكوريليشن نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 يعني عم نتكلم على ارتفاع 100 نقطة لليورو دولار على سبيل المثال، ارتفاع 100 نقطة لليورو دولار وهبوط 100 نقطة للفرنك السويسري USDCHF، تمام؟ هبوط 100 نقطة، ارتفاع 100 نقطة لليورو وهبوط 100 نقطة للدولار مقابل الفرنك السويسري، هذا يدل على أن الكوريليشن هي ناقص 1، والكوريليشن هي فقط ناقص 1 ناقص 0.5 0 زائد 0.5 و1. لما تكون الكوريليشن بوزيتيف أو إيجابية يعني بيمشوا سوا بنفس الاتجاه، ارتفاع لليورو ارتفاع للباوند على سبيل المثال. ولما تكون 1 يعني عم نتكلم على ارتفاع مطابق إذا بدكم أو بنفس الرقم أو النسبة المئوية بالضبط نفسها، يعني ارتفاع على سبيل المثال 100 نقطة لليورو ارتفاع 100 نقطة للباوند كذلك الأمر. لكن لما نجي نتكلم على correlation negatively correlated نتكلم على negative 1. خلينا نقول، خلينا أعطيكم بس فكرة أخرى عن موضوع negative correlation أو correlation بشكل أو آخر. قديما إذا بنرجع شوي صغيرة بالتاريخ لورا، بنرجع لسنة لورا أو سنتين لورا، بنلاحظ أنه اليورو دولار بيتداول بعكس الدولار مقابل الفرنك السويسري. إذا بدي أدخل الرسم البياني هلأ ونشوف اليورو دولار على رسم بياني شهري، بنشوف اليورو دولار باتجاه عام هابط من مستويات 1.6 لمستويات تقريبا 1.2 أو 1.1 اللي هو وصل له إذا بدكم القرعان. إذا بنرجع ندخل على الدولار مقابل الفرنك السويسري، بنلاحظ إنه الاتجاه العام من سنة 2011 لسنة 2019 تسع سنوات ارتفاع. طب انتم برايكم الشخصي هل يا ترى الارتفاع مقابل الهبوط هو بنفس النقاط وعدد النقاط؟ طبعا لا،
يعني ممكن هبوط اليورو تقريبا بحدود 2000 نقطه ادى الى ارتفاع الفرنك السويسري بحدود 1000 نقطه على سبيل المثال. وهذا يدل على انه العلاقه هي صحيح انه عكسيه، ولكن العلاقه عكسيه ولكن ليست 100%، وهذا هو الاهم. ما لنا 100%، انا عم نتكلم على ارتفاع اليورو او هبوط اليورو، هو ليس ارتفاع لليورو بحدود او بنفس عدد النقاط. هلا بنفوت بتفاصيل اكثر واكثر وبنشوف عن شو عم بحكي. خلينا شوي صغير نتكلم على الدولار اندكس. بما انه ابتدينا هذه المحاضره عم نتكلم على الدولار اندكس وعلى خلينا نقول الدي اكس واي او مؤشر الدولار اندكس على انه هو كان محرك السوق الاساسي. اذا بدي ادخل شوي صغيره على الكومبوننت تبع الدولار اندكس، نقدر نشوف انا وياكم على انه الكومبوننت هي على الشكل التالي. الدولار الامريكي او الدي اكس واي يتضمن يورو 57.6%، جابانيز ين يعني ياباني 13.6%، بريطاني 11%، كندي دولار 9%، سويدش كرونا 4%، وفرنك سويسري فقط 3%. هذا يدل على أي تحرك للدولار الأمريكي وللدولار إندكس. العلاقة الإيجابية أو السلبية هي على الأوزان التالية. إذا في حال ارتفع الدولار الأمريكي بحدود 100 نقطة، نتوقع هبوط اليورو دولار بحدود 57%، يعني عم نتكلم تقريبا على 50 نقطة. خلينا أرجع عيد هذه الفكرة والنقطة بشكل مهم. فتنا على اليورو دولار، دخلنا على اليورو دولار، هذا رسم البياني اليورو دولار على رسم بياني يومي بغض النظر عن التحاليل. على اليمين عندي الدي اكس واي، رح ندخل على الدولار اندكس. تمام، بيجي انا بتطلع على الدولار اندكس، منفوت على تشارت دي اكس واي، خلينا نرجع نضغط دي اكس واي عن جديد. اوكي، فول تشارت، عظيم. لكن هذا رسم بياني الدولار مقابل الاندكس. بيجي بشوف الدولار اندكس على رسم بياني اسبوعي على سبيل المثال، واليورو دولار رسم بياني اسبوعي. بيجي بشوف صحيح عندي هبوط للدولار لليورو دولار وعندي ارتفاع للدولار اندكس، ولكن هبوط اليورو دولار كان من مستوى 1.22 الى مستويات 1.10 بحدود 1000 نقطة، ولكن ارتفاع الدولار كان تقريبا محدود 90 ل 97، 700 نقطة ارتفاع. طب بيش بقول ما زال العلاقة العكسية بين الدولار اندكس واليورو هي 50%، يعني هبوط اليورو بتقريبا 1000 نقطة من المفترض أن يكون الدولار اندكس مرتفع ب 500 نقطة، ولكن بنشوف انه الدولار اندكس ارتفع بأكثر. اذا بنشوف القاع بالضبط هو مستوى 88.50 والارتفاع هو 99، يعني العلاقة صحيح انه عكسية، صحيح انه 50% تقريبا، ولكن في عندي عوامل اخرى عم بتؤدي الى تحركات لليورو دولار، مثل بريكزيت، مثل الاقتصاد الاوروبي، مثل اذا بدكم الاقتصادات التاليه مثل البرتغال، ايطاليا، اليونان، قبرص وكثير من هذه الدول. يعني التحركات اللي تابعه لاسواق المال للعمله الاوروبيه الموحده هي ليست فقط تحركات الدولار اندكس. بدكم تشيلوا هذا الفكر من بالكم، بدكم تشيلوا موضوع ان الدولار الامريكي هو العامل الاساسي. وكذلك الامر لما نجي نتكلم على سعر أونصة الذهب، صحيح انه سعر أونصة الذهب تسعر بالدولار الامريكي، ولكن كذلك الامر كنا عم نشوف على رسم بياني اسبوعي ارتفاع للدولار الامريكي وبنفس الوقت ارتفاع لسعر أونصة الذهب. شو السر؟ السر انه سعر أونصة الذهب بطل له علاقه ايجابيه او سلبيه بالدولار الامريكي. كان قديما لانه يسعر بالدولار الامريكي، عند دخول الاسواق الامريكيه نشوف تحركات للدولار الامريكي ونشوف ايضا تاثير مباشر لسعر اونصه الذهب، ولكن بالوقت الحالي بنشوف ان الدولار الامريكي مربوط بعوامل اخرى. اذا بنرجع سنتين او ثلاثه لورا بنشوف انه الذهب كان مربوط بالكوانتيتيف ايزنج، عم نتكلم يعني على التيسير الكمي، على تطبيع الاوراق النقديه ان كان باوروبا او بامريكا. هذا البرنامج اللي اتبعته جانيت يلن او بن برنانكي وكفى مع جانيت يلن، تمام، كوانتيتيف ايزنج. الشيء الاخر او الموضوع الاخر هو انفليشن او تضخم. معدل التضخم لازم يكون 2%، بالولايات المتحده كان اعلى من 2%. من سنتين لورا بنلاحظ انه العامل الاساسي اللي كان بحرك الذهب هو عامل التضخم او مستوى التضخم في الولايات المتحده. ما في شك انه بعدنا عم نشوف الولايات المتحده كاذا بدكم بلد
أساسي لازم ناخذ اقتصاده بعين الاعتبار وليس اقتصاد الدنمارك على سبيل المثال، ومش اقتصاد بيروت، مش اقتصاد أي مملكة العربية السعودية، مصر، الكويت، البحرين، لا، المملكة أو الولايات المتحدة. نعم، بعض الاقتصاد كاقتصاد بعض الأقوى، بعض المحرك الأساسي بالنسبة للاقتصاد العالمي. عن هيك نحن المعدلات والبيانات وكل الأخبار اللي بتصدر من الولايات المتحدة لها تأثير مباشر على الأزواج الرئيسية. هلأ بشكل أو آخر، من سنتين لوراء التضخم، هلأ معدل التضخم بالولايات المتحدة رجع نزل 2% أو حتى أوطى شوي من 2%، فمعدل الانفليشن خف، وهذا يدل أن الذهب لازم ينبش على عامل آخر كرمال يتحرك بالاتجاه الصاعد أو الهابط. في فترة قطعت كنا نشوف التشنجات والحروب وهجوم على سبيل المثال الولايات المتحدة أو أمريكا على، خلينا نقول، العراق، على الميدل إيست بشكل أو آخر. بنشوف أنه لما يكون في عندي تحركات إذا بتكون حربية، بنلاحظ أنه سعر أونصة الذهب هي ملاذ آمن. هل يا ترى لا تزال تحركات الذهب تعتبر أو تلقب بالملاذ الآمن؟ أنا بالنسبة لي لا. وسعر برميل النفط على أساس يلقب بالذهب الأسود، كمان هو ملاذ آمن ولازم نلجأ له بأوضاع، خلينا نقول، جيوبوليتيكال أو سياسية معينة، كمان لا. بنلاحظ أنه سياسيا بريطانيا وإيران ومضيق هرمز وإلى آخره، وهذه جيوبوليتيكال فاكتور بمال. والشق الآخر هو النفط الصخري والإنتاج، هل يا ترى من المملكة العربية السعودية أو من روسيا أو من كندا؟ البلدان المصدرة الأولى للنفط هي دولة كندا. عن هيك العلاقة إيجابية بين الكندي وسعر برميل النفط، والعلاقة عكسية بين النفط واليو اس دي كاد. عم نتكلم اليو اس دي كاد كزوج الدولار مقابل الكندي اللي هو متداول عليه نحن. لكن كندا كعملة لحالة لها علاقة إيجابية بينه وبين سعر برميل النفط، ولكن بالنسبة للدولار مقابل الكندي والنفط لها علاقة عكسية. تمام. اوكي، اذا في حال عندكم اي سؤال ما تترددوا توقفوني طبعا بنص المحاضره كرمال تكون الامور كلها واضحه. اذا بدي ارجع انت الى العلاقات الايجابيه، هل يا ترى اليورو دولار والباوند دولار بالنسبه لكم في عندي علاقه ايجابيه كمان ما بينهم؟ خلينا نقول هذا الباوند دولار وهذا اليورو دولار، اغلقنا الرسوم البيانيه الاخرى، رجعنا ضغطنا على الشكل التالي، نضغط على اليورو دولار على رسم بياني يومي، نضغط على الباوند دولار على رسم بياني يومي، ومنشوف انه الباوند دولار واليورو دولار تقريبا بيشبهوا بعض. ولكن ارتفاع الباوند دولار من اخر قاع من مستوى ال119 لمستوى ال130 ما هو نفس الارتفاع لليورو دولار من ال108 لل111، يعني في عندي عمله ممكن تسبق الثانيه، العلاقه منا ايجابيه 100%. وهون بندخل على التشارت اللي كنت حابب اشرح لكم عنه. التشارت اللي حابب اشرح لكم عنه هو على الشكل التالي. اليورو يو اس دي كورليشن يا شباب، عندي علاقة إيجابية على المدى القصير، وعندي علاقة إيجابية أو عكسية على المدى الوسط وعلى المدى الطويل. هذه العلاقة على هذه الفترة الزمنية على اليسار 1 week 1 month 3 month 1 year. بالنسبة لليورو دولار، العلاقة بينه وبين الدولار ين ناقص 0.23. تمام، يعني ارتفاع اليورو هذا بيؤدي الى هبوط الدولار ين ولكن 20%. ارتفاع اليورو دولار والدولار مقابل الفرنك هو ناقص واحد، ناقص واحد يعني علاقة عكسية 100%. يعني اليورو دولار والفرنك السويسري لهم علاقة عكسية. هل يا ترى هذا الرقم صحيح؟ انا بالنسبة لي لا. كان صحيح نعم ما قبل 2015-2016 لما صار الكراش سايكل أو الانهيار على الفرنك السويسري، وكان عندي زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري ثابت، ولكن فكوا هذا الرابط، وطبعا أصبح عندي إذا بدكم أو صار عندي الانهيار اللي كلنا بنعرفه. فالعلاقة عكسية أنا بالنسبة لي بعدها ولا تزال، ولكن مش 100% مثل ما عم بقوله، يعني ناقص واحد. عم بقوله العلاقة إيجابية بين اليورو والباوند بالنسبة 0.94، كمان منا صحيح. هذه الأرقام تعدلت أو تغيرت بسنة 2019. قديما هذه الأمور أو هذه الأرقام كانت صحيحة، كنا نشوف
اشخاص داخلين بشراء اليورو وداخلين بصفقات بيع على الباوند، نقول هذا المستثمر ما بيفهم، لانه انت كيف انت محلل ارتفاع لليورو وهبوط للباوند؟ ولكن بالوقت الحالي بسنة 2019، اذا في حال انت شاري يورو وبايع باوند، ممكن هذا السيناريو يكون صحيح، ممكن التحاليل التقنيه او الاساسيه اللي قمت فيها تكون صحيحه 100%. انترانيك عم تقول مساء الخير، شو علاقه الذهب بزوج الدولار او اليوان الصيني؟ هل يوجد علاقه ايجابيه؟ هلا بنتكلم على سعر اونصه الذهب واصلين له. فايز، سندات الخزينه الامريكيه اصبحت الملاذ الامن حاليا؟ نعم. وانا كنت فاتح بدل الدي اكس واي، مؤشر دي اكس واي، كنت فاتح يو اس 10 يير جوفرمنت بوندز ييلد. اليو اس 10 يير جوفرمنت ييلد هي سندات الخزينه او المردود على سندات الخزينه لعشر سنوات. فينا ندخل على، اذا بدكم بلومبرج، فينا ندخل على بلومبرج انا وياكم، نضغط على ريت اند بوندز 1 2 3 ثالث كبسه ريت اند بوندز، نرجع ندخل على اليو اس اكيد، وبنشوف انه التانييرز عم بتقدم 1.84%. كل ما يرتفع اليلد او المردود على سندات الخزينه، بيغري المستثمرين اكثر واكثر انه يلتجئوا لسندات الخزينه، وخاصه سندات الخزينه التابعه للولايات المتحده، لانه هي امن استثمار عالميا. حتى البنوك المصرفيه العالميه، كان مصرف لبنان او مصرف مصر او مصرف المملكه العربيه السعوديه او اي مصرف مركزي باي دوله عربيه، تلجا للاستثمار بسندات الخزينه للولايات المتحده. هلا ما بيقدموا كثير مردود، ولكن ما في شك انه في عندنا بعض الاستثمارات الخارجيه اللي بنعملها ب التراجري بوندز او البوندز اللي هن تابعين لعشر سنوات لقدام. كل ما يعلى هذا الرقم، كل ما نتابع انا وياكم، نفتح بلومبرج بشكل يومي، شو بيأثر؟ منشوف هذا العائد اذا عم يرتفع، هذا يدل على انه سعر اونصة الذهب، ندخل عليها منشوف انه سعر اونصة الذهب عم تهبط. الريتيرن على اليلد كان 1.4% من اسبوعين لورا، ارتفع ل 1.6، 1.7، 1.8، مع ارتفاع اليلد شفنا هبوط لسعر أونصة الذهب من 1518 لل 1478. هل يا ترى العلاقة عكسية 100%؟ لا، ولكن أنا بالنسبة لي العامل الوحيد اللي بحرك سعر أونصة الذهب بالوقت الحالي هو المردود، وهو رقم اليلد أو المردود على سندات الخزينة التابعة للولايات المتحدة. نسوا الدولار الأمريكي، ما عندي علاقة بقى إيجابية ولا سلبية للدولار الأمريكي. إذا في حال رجعت هذه الكوريليشن، ممكن يكون بعد بدها وقت 5 سنين أو 10 سنوات لقدام، ليرجع الدولار الأمريكي يكون في عنده تقلبات ضخمة بالسوق، يكون إذا بدكم المحرك الأساسي لجميع العملات الرئيسية. بريطانيا عم بتحرك الباوند، بريكزيت، التشنجات داخل بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي بتأثر على الباوند. ممكن نشهد خروج لبريطانيا، عم بعطيكم على سبيل المثال، عم بعطيكم مثل بسيط يمكن خارج الموضوع، ولكن خليني بس دور على هذه النقطة. إذا في حال بريطانيا، هلأ يمكن كثير من الأشخاص سمعوا هذه الفكرة بأي محاضرة كنت أنا أمس فيها سابقا، ولكن بحب أرجع عيدا. إذا بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، طب الاتحاد الأوروبي بيتكل على بريطانيا كدولة أساسية بتدعم أوروبا. ليش؟ لأنه بال 2011 كان عندي انهيار لإيطاليا، وكان عندي انهيار للبرتغال، وكان عندي انهيار لدولة اليونان، واقتصادهم ضعيف جدا، ولحقتها قبرص، واضطرت أنه تبيع ذهبياتها بال 2011. وإذا بنرجع بالتاريخ لورا لسعر أونصة الذهب على رسم بياني أسبوعي، بنعرف أنه هذا الاختراق اللي هو اختراق ال 2011 لسعر أونصة الذهب لل 1500 دولار وهبوطه إلى ال 1000 دولار، صحيح أنه هو كان لازم أصلاً يحصل هذا السيناريو، ولكن مدعوم بأبرس لما باعت ذهبياته أو مخزون الذهب اللي عنده. تمام، كثير منيح. اللي بدي أقول لك موضوع آخر، أنه إذا في حال نحن كمستثمرين عم نفكر ب إذا بدكم أوروبا أو بالاتحاد الأوروبي، نعرف أنه مدعوم من قبل بريطانيا، والاقتصاد الأقوى كمان هو ألمانيا.
طب اذا في حال خرجت من دون اتفاق وبريطانيا تعتبر من الدول الكبرى اللي بتستورد بضائع من الاتحاد الاوروبي كله باجمعه، بريطانيا بتتكل على الاستيراد وليس التصدير. اذا في حال خرجت من دون اتفاق هذا يعني انه الاتحاد الاوروبي رح يزيد التاكسز، رح يزيد الضرائب على بريطانيا، رح توصل الاسعار اغلى على بريطانيا، بيضطر الاتحاد البريطاني او المجلس البريطاني يرفع الاسعار، وهذا بيؤدي الى تضخم وانفليشن وبتؤدي الى هبوط العمله. هبوط عمله الباوند دولار نعم مع اليورو دولار اكيد، لانه اليورو دولار بده يهبط لانه بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي. طب شو في حال خرجت بريطانيا مع اتفاق؟ اذا خرجت بريطانيا مع اتفاق هذا يدل على انه اليورو زون خسر دوله جدا مهمه، اليورو دولار رح ينهار بالاتجاه الهابط، وانما الباوند دولار رح يرتفع لانه بالنسبه لدوله بريطانيا كان في عليها عبء وهذا العبء انشال. لما يكون في عندك عبء الاتحاد الاوروبي باجمعه على دوله واحده او على دولتين، طبعا لما تخرج من الاتحاد الاوروبي بريطانيا رح ترتاح. كل عمره الباوند دولار يسعر 2.2 و1.9، بالوقت الحالي عم نتداول على 1.2 و1.3، وهذه الارقام منها صحيحه بالنسبه للباوند دولار وكعمله الملكيه بريطانيا. وطبعا ما تنسوا في عندها علاقه ايجابيه، شوفوا كيف الاقتصاد بخليك تربط العوامل مع بعضها البعض وبخليك تربط العملات مع بعضها البعض. طب ارتفاع للباوند دولار، هل يا ترى راح يرتفع الاسترالي دولار؟ راح يرتفع الكندي دولار؟ نعم، لانه الحكم الملكي تابع، ايضا الحكم اللي تابع لاستراليا هي نفس الملكه كوين اليزابيث، لبريطانيا ولا استراليا وايضا لكندا. فعند ثلاث عملات ممكن يتأثروا كتير 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 بالنسبة لخروج بريطانيا أو بقائها في الاتحاد الأوروبي. عند الأسترالي دولار، عند الكندي وليس الدولار كندي، يعني باتجاه معاكس إذا دولار كندي كزوج، وعند طبعا البريطاني. يعني عند ثلاث عملات رح نكون عم نترقبها عن كسب إذا في حال بدنا نفكر بالعلاقات الإيجابية عند خروج بين العملات، طبعا عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن تدينا نوصل الاقتصاد والأمور الشؤون العالمية بالعملات الرئيسية بالفوركس لنشوف أي عملة بتمشي مع أي عملة أخرى. بتطلع عم نقول الدولار الأمريكي قوي وضعف الباوند وضعف الأسترالي، لا، صرنا عم نقول الحكم الملكي، صرنا عم نقول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عم نقول علاقة الإيجابية بين الأسترالي دولار والباوند دولار. تدينا نتكلم على كندا كهو بلد مصدر للنفط والعلاقة الإيجابية والعكسية بين سعر برميل النفط والدولار مقابل الكندي. صرنا عم نتكلم على سندات الخزينة التابعة للولايات المتحدة والعلاقة ما بين المردود الييلز 10 year treasury bonds أو سندات الخزينة وسعر أونصية الذهب. هذا هو الييلد وهذه فكرة الييلد أو سندات الخزينة اللي تابعة طبعاً للولايات المتحدة والعلاقة الإيجابية بينه وبين سعر أونصة الذهب. بالنسبة للدولار مقابل الإندكس دي أكس واي كنا تكلمنا أنه عندي 50% علاقة إيجابية بين الدولار إندكس واليورو، عندي فقط 13% علاقة بين الدولار إندكس والجابانيز يان، عندي السويدش كرونة 4%، الين الياباني 3%، عفواً الين الياباني 13% والفرنك السويسري 3%. يعني اذا في حال الدولار الامريكي انهار مش يعني الفرنك السويسري رح يرتفع، لا، ممكن ينزل الدولار الامريكي والفرنك السويسري ينزل معه حسب اقتصاد الدولة. في عندي نقطة مهمة اخرى بتأكد وبتفيد اذا بتكون فكرة ان الدولار الامريكي بطل عامل اساسي للتحركات العملات الرئيسية، وهذه الفكرة طبعا رح اقول لكم اياها بالوقت الحالي هلا واكد لكم هذا الموضوع. بالنسبة للدولار مقابل الاندكس قديما، اذا بنرجع بالتاريخ شوي صغير لورا لكل الاشخاص اللي موجودين معنا بهذه الجلسة، مضاربين مستثمرين عندهم خبرة ممكن اكثر مني بالسوق، بيعرفوا كتير منيح انه الاسترالي دولار والنيوزيلندي دولار، خليني بس ادخل بهذا الشكل لاكتب، الاسترالي دولار اي يو دي اوزي يلقب بالاوزي كان عم بيقدم فائدة 5% تقريبا من سنتين او ثلاثة لورا، النيوزيلندي دولار اللي هو يلقب بالكيوي
صح؟ الكيوي لأنه عصفور عندهم بنيوزيلندا اسمه الكيوي، كانت 4.5%. بأوروبا كان عندي فائدة تقريبا بحدود 2.5%. عم نتكلم لورا، هذا اليورو بأوروبا يورو. أما بالنسبة للدولار الأمريكي كان قريب من 0%، دولار كان 0%. مع مرور الوقت سنتين ثلاثة لحديث اليوم ابتدوا يضبطوا الاقتصاد الأمريكي، ابتدوا يعملوا ريكوفري، ابتدت الأسهم الأمريكية تتألق مستويات جديدة، تغيرت المعادي طبعا، الأرقام تغيرت. الدولار الأمريكي أصبح بالوقت الحالي كان وصل لمستوى 2.5%، هلأ عم يرجعوا يخفضوا سعر الفائدة وصولا إلى 1.75، ولكن وصل إلى 2.5%. يعني لكل العملات اللي كانوا يلقبوا بالهاي ييلد كارنسيز، العملات اللي بتعطي عائدات أكثر من غيرها تلقب بالهاي ييلد كارنسيز، هاي ييلد اتش واي، كان عنده علاقة عكسية مباشرة بين الدولار الأمريكي وهذه العملات، لأن الدولار الأمريكي كان بقدم 0% فائدة أو مردود بالديبوزيت بانكس بالبنوك العادية، وعندي مردود عالي لهوليك العملة. أنا ما بالوقت الحالي الدولار الأمريكي من وراء وصوله إلى 2.5% أصبح الدولار الأمريكي يلقب بالهاي ييلد. شو يعني؟ لما عليت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدولار الأمريكي ارتفعت سعر الفائدة من 0% وصولا إلى 2.5%، أصبح الدولار الأمريكي هاي ييلد، يلقب بالهاي ييلد كارنسي، مثله مثل الأسترالي، مثله مثل النيوزيلندي، مثله مثل اليورو دولار. وبشكل أو آخر صاروا كلهم متساويين، وحتى الأسترالي ونيوزيلندي خفضوا سعر الفائدة، الار بي اي والار بي ان زد، اوكي، الريت تابع لأستراليا ونيوزيلندا. فمنلاحظ انه العملات صارت تقريبا متشابهة، وهون بيرجع العلاقات الإيجابية والمباشرة بترجع لكل اقتصاد لأي دولة منهم. يعني اقتصاد الأوروبي بحرك اليورو، اقتصاد الأمريكي بحرك الدولار، اقتصاد السويسري بحرك الفرنك السويسري، المخزون النفط تابع لكندا بحرك النفط، المؤشرات الأمريكية. شو رأيكم بالمؤشرات الأمريكية؟ الدولار مقابل الين أو المؤشرات الأمريكية لها علاقة إيجابية بينها وبين الدولار ين؟ ليش؟ ليش الدولار ين والمؤشرات الأمريكية؟ هلا برجع بشوف بس الأسئلة اللي أنتوا طبعا عم تكتبوها، ولكن بس خليني كفي الفكرة. شو العلاقة الإيجابية؟ وين؟ من وين إجت العلاقة الإيجابية بين الدولار ين والـ SP 500؟ الـ SP 500 لما نشوفه عم يرتفع، ملاحظ انه الدولار ين ايضا عم بيرتفع. شو السبب؟ السبب انه المؤشرات الامريكيه لما تكون عم ترتفع، يعني الريسك سنتمنت بتكون اوف. لما تكون الريسك سنتمنت اوف شو يعني؟ يعني ما عنده مخاطر بالسوق، العالم عم تستثمر بسوق الاسهم وما في مخاطر، عندهم ثقه كامله بالاقتصاد الامريكي، وعندهم ثقه كامله انه انسب استثمار هو سوق الاسهم. الريسك سنتمنت اوف، ما في، لا يوجد مخاطر، وهذا بيؤدي الى ضعف الين الياباني لانه هو ملاذ امن، ما في مخاطر، ماني بحاجه الى ملاذ امن. الين الياباني رح يضعف، الدولار الامريكي رح يقوى على الين الياباني، الدولار مقابل الين رح يرتفع مع المؤشرات الامريكيه. شو رايكم؟ هبوط المؤشرات الامريكيه في عنده مخاطر مرتفعه، risk sentiment on، هذا يدل على اللجوء الى الملاذات الامنه كالين الياباني. وليش الين الياباني ملاذ امن؟ لانه دوله اليابان هي من الدول اللي ليس لديها دين خارجي، ولكن عندها فقط دين داخلي. دوله اليابان متدينه من حالها، ما عندها دين خارجي. الولايات المتحده مديونه للصين ب 13 تريليون دولار، انا ما اليابان مديونه لحال. فبالنسبة لنا لما يكون عندي هبوط للمؤشرات الأمريكية، هذا بيعني risk sentiment. شو يعني risk sentiment on؟ risk sentiment on يعني في عندي مخاطر بالسوق. لما يكون في عندي مخاطر بالسوق، المستثمرين بيلجأوا للين الياباني كعملة ملاذ آمن، وكذلك الأمر طبعا رح يضعف الدولار مقابل الين الياباني، وكذلك الأمر بيهبط الدولار ين مع هبوط الـ SP 500. هذا بالنسبة طبعا للعلاقات الإيجابية إذا بدكم بين المؤشرات الأمريكية والدولار مقابل الين. فعم بتلاحظوا
أشرف الله يعافيك، شكرا. فايز، أنطرانيك، راغب، أهلا وسهلا فيكم جميعا يا شباب بالجلسة. عندي عبد الرحيم، أنور، أشرف، أيمن، المهدي، أنطرانيك، فايز، إبراهيم، محمد، مصطفى، رفيق، رامي، رغيب، سامح، وليد، أهلا وسهلا فيكم. بتوقع أنه أنتم كلكم متداولين، لأنه بشك أنه شخص جديد على السوق يدخل ويكون بده يعرف إذا بدكم عن العلاقات الإيجابية والعكسية بين العملات الرأسية، فأتوقع أنه كلكم مستثمرين وكلكم عندكم خبرة بسوق الفوركس أو بأسواق المال. فهلأ إذا بدكم بآخر الجلسة بنجرب نمر بشكل سريع عن السيناريوهات المفترضة اللي المتوقعة بالنسبة للسوق، ولكن عم بتلاحظوا أنه الدولار ين وصلناه بالمؤشرات الأمريكية وبالمخاطر ريسك سنتيمنت أون وأوف، ولكن الدولار الين ما وصلناه بتحرك الدولار الأمريكي. هلأ في عندك طبعا شيء بسيط، إذا في حال انهار الدولار الأمريكي بشكل ضخم أكيد رح يتأثر اليورو والباوند والذهب، إذا في حال ارتفع الدولار الأمريكي بشكل اندفاعي وبشكل جنون أكيد رح يتأثروا العملات الرئيسية. ولكن بشكل يومي العامل الرئيسي اللي بحرك السوق هو من الدولار الأمريكي. بدنا بسنة 2019 نلغي التفكير السابق اللي كنا ماشيين عليه على عدة سنين أو على عدة سنوات السابقة، ونرجع نفكر بأمور أخرى، نرجع نتكلم اقتصاد، نرجع نفتح بلومبرج، نفتح إذا بدكم بعض المواقع التاب على أسواق المال، نسمع أخبار، نشوف العلاقات الإيجابية والعكسية بين الدول الكبرى، اقتصاد، سندات الخزينة التابعة على الولايات المتحدة، interest rates أو المردود للفائدة في البنوك الأجنبية، عم نتكلم على مخزون النفط أو استيراد وتصدير النفط من داخل كندا لنشوف علاقة النفط مع الدولار مقابل الكندي، عم نشوف خلينا نقول العلاقات الإيجابية بين اليورو والباوند ابتدت إذا بدكم تزول، يعني إذا كانت قريبة للواحد، إذا اليورو مقابل الباوند كان الريت تبعه قريبة للواحد مثل ما شفنا هون، شفنا أنه كانت 0.93 اليورو والباوند كانت هون 0.94 واليورو مقابل الين 0.93، نيوزيلندي دولار 0.93، 0.98 العملات الرئيسية، 0.86 يورو مقابل الباوند. يعني بتلاحظوا قديما كان عندي إذا في حال ارتفع اليورو لازم ارتفاع للباوند، لازم ارتفاع للأستراليا، لازم ارتفاع للنيوزيلندي، لازم هبوط ماينس ناقص 0.98 للدولار كندي، ناقص 1 للدولار مقابل الفرنك السويسري. بتلاحظوا قديما كنا نشتري يورو يرتفع معه الباوند، يرتفع معه النيوزيلندي، يرتفع معه الأسترالي، ويهبط بالاتجاه المعاكس الدولار كندي، يهبط بالاتجاه المعاكس الدولار فرنك. بالوقت الحالي منشوف ارتفاع للدولار كندي، هبوط للدولار فرنك، ارتفاع للدولار ين، هبوط للأسترالي، ارتفاع للباوند، هبوط لليورو، ارتفاع للذهب. وهذه العلاقات العكسية والإيجابية الغير منتظمة والغير واضحة مسيطرة على السوق بالوقت الحالي. عن هيك التداول أصبح أصعب، المضاربة والسكالبينج صارت أصعب يا شباب. يا نحن اللي نقدر نحلل اتجاه قادم لعملة معينة، ما في يشوف الباوند قول إذا في حال توقعنا ارتفاع الباوند خلينا ندخل بشراء اليورو، لا، الباوند لحاله انسترومنت لحاله، عملة لحاله. لكن رح أرجع أذكر قبل ما أنهي هذه الجلسة، رح أرجع أمشي على النقاط بشكل سريع وأقول العلاقات الإيجابية والعكسية اللي تكلمنا عليها كل عملة لحالة. قلنا أنه اليورو والباوند دولار ما بيمشوا 100% مع بعضهم البعض، قلنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بقائها رح تأثر على بريطانيا، على الباوند، على الأسترالي دولار وعلى الكندي، لأنه هذه ثلاث دول تابعين للحكم الملكي اللي هي كوين إليزابيث، يعني رح يتأثروا سوا. عندي كندا من البلدين المصدرة الأولى للنفط، العلاقة عكسية بين النفط والدولار مقابل الكندي. عندي المؤشرات الأمريكية والدولار ين، وتكلمنا اللي هو المخاطر لما يكون العالم أو المستثمرين عم يستثمروا بالمؤشرات الأمريكية، هذا يدل على أنه المخاطر واطية، ما في مخاطر، هذا يدل على ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، يعني بيمشوا سوا الدولار ين مع المؤشرات الأمريكية، والعكس صحيح، الهبوط اللي عم تكون المخاطر مرتفعة. لكن هذه علاقة أيضا، كنا تكلمنا أيضا على علاقة الذهب بسندات الخزينة، منفوت على بلومبرج منشوف الييلد هلا 1.84،
إذا عم بيهبط اليلد هذا يدل على طلب لسعر أونصة الذهب، لأنه بيخرج أو خلينا نقول بيشيلوا المستثمرين فلوسهم من سندات الخزينة الآمنة وبيلتجئوا للذهب. والعكس صحيح، إذا سندات الخزينة للولايات المتحدة كملاذ آمن، هي عم تمثل حالها كملاذ آمن وعم يرتفع المردود عليها، فورا المستثمرين رح يلتجئوا أو يخرجوا من الذهب ويلتجئوا طبعا لسندات الخزينة. يعني العلاقة إيجابية وسلبية طبعا، عفوا عكسية، يعني بين الذهب وسندات الخزينة. عم نتكلم كنا على المؤشرات الأمريكية أو خلينا نقول اليورو والفرنك السويسري، بعد لا تزال العلاقة عكسية ولكن مش 100%. بنلاحظ هبوط اليورو ارتفاع الدولار مقابل الفرنك، ارتفاع اليورو والعكس صحيح، اليورو والفرنك السويسري عندهم علاقة إيجابية، اليورو والدولار مقابل الفرنك السويسري علاقة عكسية وطبعا لا تزال موجودة ولكن أخف من أيام السابقة. إذا حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال، أنا بالوقت الحالي موجود للخدمة لأسمع الاستفسارات أو الأسئلة اللي عندكم إياها كرمال نقدر ننهي هذه الجلسة، ومطمن بالي إنه الأفكار كانت واضحة. حدا عنده أي سؤال؟ رفيق، أنترانيك، فايز، حدا عنده أي سؤال؟ راغب، عبد الرحيم. يعني من المفترض بس يعني سبب هذه الجلسة هو كرمال نطلع من التفكير الكلاسيكي اللي كان عنا إياه، لازم نطلع منه. هلأ مش أنا اللي اخترعت هذه العوامل، ولكن لما تيجي تراقب السوق وتراقب الاقتصاد وتراقب الدول بتعرف أنت أنه بكل بساطة العلاقة بين الدولار الأمريكي ومعظم العملات الرئيسية صارت كذبة، والسوق عم بيصير أصعب، وكثير من المستثمرين والمضاربين عم يخسروا فلوس وعم يخسروا مال من تحت رأس هذا الموضوع. انه بشوف الدولار اندكس وبيدخل على تريدينج فيو بيقول لي والله الدولار الامريكي عم يهبط خلينا نشتري يورو. لا، شوف يا حال، الدولار الامريكي ممكن يهبط وممكن يهبط معه اليورو دولار، منه شرط. فبدنا نخرج من هذا التفكير، بدنا خلص نلغي هذا التفكير الكلاسيكي، وبدنا نبتدي نتكلم على اقتصاد، نبتدي نتكلم على علاقات ايجابيه وعكسيه بين العملات الرئيسيه ولكن بشكل اخر وبشيء اخر. هلا بالنسبه لي طبعا هذه جلسه مسجله، واكيد انه رح نرجع اذا بدكم. شيفو، هذا انت اشرف لكان، انا على طول ليش بتغيروا الاسامي؟ اوكي. فايز، شكرا، الله يعافيك. لكن هذه جلسه رح تكون مسجله اكيد على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، بنعمل لها شير نهار او نهارين كحد اقصى. واذا في حال عندكم أي استفسار، أنا موجود جوزيف ظهرية على فيسبوك باللغة العربية مكتوب اسمي طبعا، وممكن أنه تستفسروا أي شيء، أو على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. أي استفسار عندكم إيه، إن كان على هذه الجلسة أو على أي شيء آخر، أنا موجود للخدمة، بكون أكثر من سعيد أنه أجاوب على أي سؤال موجود عندكم. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الجلسة. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية من شركة تكمل. إلى اللقاء.